ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لما أنا في الإذاعة في نور على الدرب يعيشون مع جميع المسلمين في كل بلد، ليس في هذا البلد علماء هذا البلد، ليسوا علماء محليين، علماء عالميون يستفيد من علمهم ومن فتواهم العالم كله. عندما تسمع إلى تلك الأسئلة التي ترد من أقطار الدنيا، من الذي يجيب عليها؟ العلماء. ومن الذي يتصل بالعالم في موسم الحج في التوعية؟ هم العلماء. إذن علماؤنا من أعرف الناس بالواقع ومن أوسع الناس بإدراك الواقع، فلنكن واقعيين ولنترك العلماء. ألستم تقولون إذا أشار الإنسان إشارة إلى من سميتمهم دعاة وعلماء تقولون لحوم العلماء مسمومة؟ هل لحوم كبار العلماء شهية شفاء؟ يا سبحان الله، لماذا هذا التناقض؟ لماذا مشايخكم تخرجتم على أيديهم تجوا تسخروا منهم وتنالوا منهم؟ لحومكم مسمومة ولحومهم شفاء. اتقوا الله ربكم، لا ينبغي النيل من علماء المسلمين، العلماء ورثة الأنبياء.